نروح سريعا لمداخلة هامة جدا مع الكابتن هاني رمزي مدرب منتخب مصر. يا كابتن هاني مساء الفل عليك. مساء الخير يا أمير، أهلا. ازي حضرتك، عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. عايزين طبعا في البداية نطمن على المنتخب وكل الاستعدادات الخاصة بمباراتي سويسرلاند خلال الفترة المقبلة، وخصوصا ان مباراتين مهمين جدا في مشوار المنتخب نحو التأهل لبطولة الأمم الأفريقية. طبعا احنا بدأنا التحضير اوريدي من بدري، يعني احنا طبعا بعد مباراة النيجر الحمد لله أدينا بشكل كويس جدا نتيجة وأداء. تمام. على طول بعديها يمكن بأيام قليلة جدا بدأنا نحضر لمباراة سويسرلاند، لأنها مباراة كمان مهمة جدا جدا في مشوارنا. تابعنا لقائهم مع منتخب التونسي على أرضهم، وكانت هزيمتهم 2-0. تابعنا الشكل الأداء اللي بيقدموه، الشكل الفني، الشكل البدني للفرق كلها. وبدأنا كمان احنا نراجع كمان ونتابع مباراة الدوري الاستثنائي، فبعد ايام من بعد مباراة النيجر بنتابع الاولاد اللي كانوا موجودين معنا في المعسكر، وبنتابع عناصر جديدة ممكن تنضم للقائمة في الفترة اللي جاية، مع كمان الاطمئنان على بعض اللاعبين اللي هم كان عندهم اصابات في الفترة اللي فاتت وتم استبعادهم نتيجة للإصابة، زي كوكا وزي رمضان صبحي. و فتابعنا اللعيبه الفتره اللي فاتت، تقريبا شفت كل مباريات الدوري اللي اتلعبت في الفتره اللي فاتت، وبنتابع اللعيبه بشكل كويس اذا كانت لعيبه محترفه في الخارج او محترفين داخل مصر. النهارده اعلنا القائمه بالنسبه للمحترف المحترفين بره، وان شاء الله في خلال اللي احنا بنتابع لسه الدوري في كمان اسبوعين في مباريات هتتلعب ان شاء الله لغايه يوم 6 اكتوبر، هنتابع كل الفرق، وقبليها باربع ايام ان شاء الله، يعني احنا عندنا تجمع يوم 8 ان شاء الله قبلها باربع ايام بنعلن قائمه المحليين. تمام. طيب كابتن هاني، عايز اعرف هل ممكن ان يتم اضافه بعض اللاعبين المحليين بالتحديد خلال المعسكر القادم، بعد ما شفنا بصراحه عدد من اللاعبين اللي كانوا مميزين في المباراه الاولى، هل ممكن ان انتوا تفكروا تضيفوا لاعبين اخرين، ولا مش في المرحله دي، ممكن تكون مؤجله مرحله اخرى؟ لا، احنا ماشيين على سياستنا بصراحه، يعني احنا دايما بنوسع قاعده الاختيارات، بنختار الانسب للمرحله اللي احنا بتمر فيها. زي ما قلت لك احنا قفلنا ملف النيجر وادينا الحمد لله بشكل كويس، لكن ما فيش مانع ان لو ظهر لعيب بشكل مميز خلال الدوري المصري، خلال مباريات الدوري المصري ممكن يكون متواجد. اللعيبه اللي داخله جديده على القائمه اللي فاتت اعتقد مش هتكون كتيره، ممكن يكون 2 أو 3 لعيبه برضو يكون هيشاركوا بيظهروا بشكل كويس. زي ما بقول لك احنا بنتابع مباريات الدوري بشكل كويس، عارفين ان احمد حجازي يمكن موقوف المباراه الاولى، وبالتالي ممكن جدا يكون في عنصر جديد موجود في منتخب في هذا المركز. في عوده كوكا لمركز راس الحربه، عندنا مروان محسن عنده اصابه، اطمنت انا بصفه شخصيه على علي جبر لان حصل اصابه في مباراه بيراميدز اللي فاتت، اطمنت على محمد حمدي لاعب بيراميدز ما شاركش المباراه اللي فاتت، هو عنده شد خفيف في العضله الخلفيه. بنتابع كل الامور بصراحه، يعني بالنسبه لقائمه المحليين زي ما بقول لك الباب مفتوح للجميع، ما زلنا على يعني خطتنا والاستراتيجي اللي احنا ماشيين عليه، احنا بنوسع قاعده الاختيارات وبندي فرص للناس كلها اللي بتظهر بشكل كويس. طيب رمضان صبحي في تقرير طبي وصل لكم بخصوصه، ولا الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه لك؟ رمضان انا على متابعه خاصه، يعني انا الاسبوع اللي فات كله تقريبا بتابع رمضان من خلال بكلمه بصفه خاصه بالتليفون وبتابع معاه. هو رمضان كان عنده كدمة قوية في ركبته، منعته من الاشتراك في المباراة بتاعتنا اللي فاتت، رجع انجلترا بيواصل علاجه، نزل التمرين حس بألم تاني في الركبة، فراح يمكن دكتور أخصائي في لندن، خد حقنة في الركبة وقال له هتريح لمدة 3 أيام وتشارك في التمرينات الأساسية مع الفريق بداية من الحد اللي جاي. يعني رمضان محتاج 10 أيام من النهاردة عشان يبدا تمرينه مع الفرقه، وبنطمن عليه. ومستر اجيري يعني بصفه شخصيه، هو كمان مستر اجيري هيكون متواجد في لندن من بعد بكره عشان في ايفنت للفيفا عاملاه، وهتكون فرصه انه يقابل بعض اللعيبه الموجودين في انجلترا. تمام. لكن طبعا احنا يعني في القائمه مش حاطين رمضان، لان احنا شايفين اللي يمكن رجوعه بشكل صعب ان هو يشارك بجد، مش هيلحق يكون موجود.
طيب في تحدي مهم جدا عندكم يا كابتن هاني كجهاز فني، هو خاص بعامل السن بالتحديد، ويمكن شفنا استبعاد بعض اللاعبين خلال المعسكر الاولاني اللي هم متعدي او بيتعدوا 30 سنه، ويمكن كان ابرزهم كمان احمد فتحي واحد نجوم النادي الاهلي والنجوم المميزين جدا. هل انتم مستقرين بشكل نهائي على هذه الجزئيه، ولا ممكن يكون في تفكير لاضافه بعض العناصر الكبيره في السن، وخصوصا ان اكيد المنتخب بيبقى محتاج عناصر خبره يا كابتن هاني؟ بص يا امير، والله كل توقف على المرحله اللي بنمر بيها. يعني انا كمان اتكلمت بكل امانه، موضوع احمد فتحي، احمد من اللعيبه المميزه جدا طبعاً. يعني مش معنى ان احنا ما اخترناش احمد فتحي المرحله دي يبقى هو استبعد نهائيا، لا طبعاً. انا بقول لك الباب مفتوح، ممكن في فتره من الفترات يكون موجود في معانا، لكن زي ما بقول لك احنا بنرجع تاني بنقول ان عامل السن اكيد برضو مهم، يعني مش هناك في العامل السن، احنا بنحاول ننزل بالاعمار السنيه. يمكن المباراه اللي فاتت كان متوسط الاعمار 25 سنه وست شهور، عايزين نستمر في هذا المستوى من نسبه الاعمار، لكن لو في مرحله من المراحل شفنا ان في مركز معين محتاج بعض الخبرات مش هنقول لا، يعني مش هتبقى العمليه عند لدرجه ان احنا يعني لا، ممكن جدا يكون وارد جدا ان احنا في مرحله من المراحل ان احنا نستعين باللعيبه اللي عندها خبرات حتى لو عدت 30. يعني مش معنى المعدل ان احنا بننزل معدل الاعمار يبقى كل اللعيبه اقل من 30، لا، يعني متوسط الاعمار نفسه هو اللي بيفرق معانا، ويعني زي ما بقول لك احنا بنختار الافضل لكل مرحله. طيب كابتن هاني، عايز اسالك في جزئيه مهمه جدا، وبالتحديد محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في فريق ليفربول الانجليزي. يمكن الفتره اللي فاتت كلنا متابعين محمد صلاح، ممكن يكون اداؤه مش في التوب فورم بتاعه زي ما احنا متعودين منه. ازاي هيتم التعامل نفسيا مع محمد صلاح خلال المعسكر الجاي، وخصوصا بعد المباراه الاخيره كمان امام فريق باريس سان جيرمان واللي شفناه من محمد؟ انا عايز اقول لك المتابعه ما بتبقاش من خلال المعسكر بس، يعني انا بصفه شخصيه بتابع كل اللاعبين المحترفين بعد المعسكر وقبل المباريات، بنتابعهم بعد المباريات، بنبارك لهم وبنشوفهم، احنا متابعين الناس كلها مش عشان المعسكر، لكن اعتقد يعني الناس واخده برضه في انطباع خاطئ عن محمد صلاح. بالعكس، محمد صلاح بيأدي بشكل كويس قوي، مش معنى ان هو ما بيحرزش جون في مباراه او الثانيه يبقى الراجل مستواه قل، يعني الناس رابطه يعني مجهود محمد صلاح واداؤه بالاهداف للاسف. لا طبعا الكلام ده غير مظبوط، يعني كل الناس كان يعني رونالدو قعد 3 اسابيع في الدوري الايطالي ما جابش اهداف خالص، لكن مش تقييم اللاعب انه جاب جون ولا لا، ممكن لاعب يكون مستواه في المباراه وحش جدا وممكن يسجل هدف، يعني مش ده المقياس اللي هنقيس عليه صلاح. كلنا فخورين بصلاح، كلنا على المستوى الفني يعني لا ماشي بشكل كويس، وانا على اتصال دايم بيه، وعلى مش هو بس، كل اللعيبه اللي موجوده بره مصر يعني. تمام. طيب كابتن هاني، انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق طبعا وانت الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحله الهامه المقبله، وكل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله يقدروا ان هم يتاهلوا لبطوله الامم الافريقيه.